السلام عليكم، كيف انتما؟ لاباس بخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة ونتمنى تكونوا بألف ألف خير. الأخوات الكريمات، اليوم جيت نشارك معكم بعض مشتريات شهر رمضان الكريم. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة وطول العمر إن شاء الله، بأثمنة مناسبة بأثمنة خيالية. هذه المشتريات الأربعة أنا كنعتبرها بمثابة مساعدة في المطبخ، وكنأكد على كلمة مساعدة في المطبخ لأنها فعلا 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 مساعدة في المطبخ. فهذه المشتريات الأربعة سيدتي كتوفر لك الوقت، والوقت مهم جدا في الشهر الكريم. وثانيا كتساعدك بأنك تكوني مبدعة في المطبخ نتاعك. بما أن أكثر النساء كتشتغل، فأنا كنصح بهذه المشتريات الأربعة لأن عندها واحد المساعدة اللي غادي تفيدك سيداتي، وغادي تهنيك من بزاف حتى الشغل اللي كيكون في المطبخ في الشهر الكريم. تابعوا معنا الفيديو إلى الآخر، وفرجة ممتعة للجميع. نبدأ بسم الله على بركة الله. أول من المشتريات اللي غادي نشاركه معكم اليوم وهو هاد الشواية الكهربائية أو بانيني. فهاد الشواية الكهربائية من نوع ممتاز، من صنع ألماني، وهي عندها واحد الفوائد اللي كتير بزاف بزاف بزاف، وأكيد غادي تستفدوا منها كلها. فهي كتساعدنا في أننا نشويو الخضار، نشويو اللحم، نشويو الدجاج، نشويو السمك. فغادي نحلو البواط نتاعها، وغادي نشوفو الشكل نتاعها كيف عامل. من بعد ما حليناها، ها هو الشكل نتاعها. فهي صنع من نوع الجيد، وصنع من الجرانيت، والجرانيت من نوع الممتاز جدا. والحجم نتاعها حجم كبير، وحتى الثمن نتاعها مناسب جدا. فأنا عندي العادية، ولكن من بعد ما شكروا لي هذه، فهي عند الأخت نتاعي، ومن بعد ما شكرتها لي بزاف قلت حتى نمت أنا أن ناخدها نجربها. وعندها واحد الميزة أنها كتحافظ لك على الشكل تاع الساندويش نتاعك، فهي ما كتهبطش كليا، حتى كتهبطيها انتي بإيدك. وعندها هاد الزر، إلا بغيتي على شكل مسطح فكتجري هاد البوطون وكترجع الشكل ديالها كيف كتشوفي في الصورة. فهي حجم كبير جدا. من بعد ما كنشويو الخضار نتاعنا، كنشويو اللحم، كنشويو الدجاج، كنشويو الحوت، كنسخنو فيها الخبز، انواع تاع المعجنات، فلا كان شي زيوت او كان، فهذا كتهبط في واحد البواطه كاينه اللور نتاعها. ها هي هاد البواطه، فهذه باقه جديده، انا اول مره غادي نشاركها معاكم. البواطة ديالها الشكل ديالها كبير، كتحل بكل سهولة. وديري لنا واحد الفلاش باش الطريقة اللي غادي نركبوها بها. وكتركب بسهولة جدا. فالنساء اللي كتبغي تحافظ على الجرانيت، فهاد النصائح راها هي اللي كتخلي الجرانيت ديالنا كيدوم لينا واحد المده طويله. اولا ما كنستعملوش فيه الالات الحاده، فكنستعملوا الالات من السيليكون بحال هادو او الخشب باش كنحافظوا عليه، وكيدوم لينا واحد المده طويله لاننا حنا اصلا كنستافدوا منه. فهاد الالات كتفيدنا بزاف. وغادي ندوزو الاله الثانيه اللي هي البلاك او البلانش.
فهذه راه عندها استعمالات كثيرة وكلهم أثمنة ديالهم رائعة جدا. فالمهم اللي بغى الأثمنة ديالهم فيكتب لنا في التعليق وأنا غنوريهم منين خديناهم ويمشيو حتى هما ياخدوهم، فأنا أكيد أنهم غادي يستافدوا. فهذه غادي نشوفوا فيها الحوت، كنشوفوا فيها الخضر كيف كتشوفوا في الصورة، كنطيبوا فيها البيض. وهذه سيدتي تقدري توجدي فيها جميع الأكل ديالك بدون ما تستعملي الزيت، وغادي نحلو البواط تاعها ونشوفو الشكل الداخلي. ها هي البلاك ديالنا، الحجم تاعها راه كبير. وحتى هي باش كنحافظو على البلاك ديالنا اننا ما كنستعملوش الالات الحاده، فهذه نصيحه انكم ما تستعملوش الالات الحاده، ما تستعملوش المعالق، ما تستعملوش نهائيا اي حاجه غادي تخدش لينا السطح تاع البلاك ديالنا. فاحنا كنستعملو السيليكون او العود. فهذه هي الترموس نتاعها، غادي نركبوها فيها. المهم انا هنا ما غاديش نخدمهم، غادي غير نوريكم الاشكال ونشارك معكم، ماشي نوريكم، غير نشارك معكم الاشكال وناخدو حنا منها معلومات. واي وحده كتعرف شي معلومات ولا شي حاجه غتستافدوا منها تكتبها لنا في التعاليق، ولكم جزيل الشكر، نستافدوا من بعضياتنا لما لا. من بعد ما كنركبوها مزيان، فهذه سيدتي تقدري تستعمليها للمسمن، تستعمليها للمخمار، تستعمليها للنساء تاع مصر، تستعملوها للعيش، تستعملوها للميشالتيت، تستعملوها لبزاف د الحوايج، تشوفوا فيها الدجاج، تشوفوا فيها اللحم، تشوفوا فيها الحوت. فهنا عندها واحد الثقب، يعني البقايا تاع الزيوت كتهبط لنا في واحد البواطه. ها هي غادي نجبدوها، ها هي هاد البواطه، من بعد ما كنساليو فكنحيدو هاد البواطه، كننظفوها وكنعاودو نركبوها بكل سهوله. فكما سبق ليا وقلت، اهم حاجه انكم باش تحافظوا على هاد المشتريات انكم ما كتستعملوش ليهم الالات الحاده. وهنا عندهم واحد الكتيب كيشرحوا لنا طريقه الاستعمال وطريقه الصيانه وطريقه التنظيف باش نحافظوا عليهم ويدوموا لنا واحد المده اكثر. وهنا غادي ندوزو المقله العجيبه. هذه المقله انا شخصيا مجرباها، وانا ملي لقيت عليها داكشي اللي بغيت، ملي لقيتها بثمن ناقص جدا عاود خديت واحده اخرى. فهاد المقله صحيه، كتعوض لك الفرن، كتعوض لك الطنجره تاع الضغط، كتعوض لك المقلاه، كتعوض لك الشوايه. هنا غادي نحلو البواط نتاعها وغادي نجبدوها ونشوفو الشكل نتاعها. انا ديما كناخد هاد اللون لان هاد اللون هو اللي كيعجبني، ورا فيها غارانتي ديال 10 سنين، فانا كننصح النساء بها، هذه راها رائعه. فاكثر نساء كتبغي توجد طاجين، كتبغي كتقول لك الطاجين كياخذ وقت، فهذه ما كتاخذش الوقت نهائيا. وباش تعرفيها سيدتي من الماركه المزيانه، اولا كتكون ثقيله في الوزن تاعها، فها هو الشكل ديالها. هذه سيداتي انا كنجرب فيها حتى كيكه، تلبس بوسه كطيب فيها. فما تقوليش سيداتي ما عنديش فران ما نصيبش، فهاد الالات راه كتسهل لك جميع الانواع تاع اي حاجه كتصيبيها، كتبغي تصيبيها فهادي راه كتسهلها عليك. وتقدري سيداتي طيبي بها المشويات بلا ما نهائيا، فما تخافيش راه ما غاديش يتحرقوا. وهنا راه عندها واحد العيار
هو اللي كيساعد بان كتقفل، وعندها واحد السيليكون في الجنب فكيساعد بان البخار ما كيخرج منها، فكت ما كتاخدش وقت بزاف في الطهي. واكيد النساء راه بزاف عندهم راه غير كنشاركوه مع بعضياتنا وكنستافدوا، كيف ما سبق لي وقلت اللي عندها شي معلومات تكتبها لنا في التعليق ونستافدوا كلنا من بعضياتنا، لمالا. اهم حاجه كيف ما قلت ان هاد الالات تاع الجرانيت فهي كتبقى لك واحد المده طويله الا ما استعملتيش ليها الالات الحاده او المعالق، فهي كتفضل بانك تستعملي ليها غير الالات تاع الخشب او السيليكون فقط. فهما كيعطيونا معاها السيليكون باش نستعملوه. ودابا غندوزو للبخاره الصحيه. هاد البخاره رائعه جدا 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 جدا، فهي ما كتاخدش لك وقت كبير نهائيا في الطهي، فهي سريعه. وكتهز لك بزاف، عندها الجارانتي نتاعها عام، واهم حاجه انها كتحافظ لنا على الخضر على اللون نتاعها الطبيعي. نحلوها حتى هي باش نشوفوا الشكل نتاعها كيف داير من الداخل. ها هي هذا هو الزر باش كنخدمو به، فهي فيها 3 تاع الطبقات وكتهز لك بزاف تاع الاكل. فعير التصوير ما عطيهاش حقها، انما هي راه كتهز فيها حتى 60 دقيقة. انا ملي كنبغي نوجد فيها اللحم مبخر فما كان ناخدش 60 دقيقة، 45 دقيقة اللحم ديالي كيطيب مزيان وكيجي رائع. حتى الخضار كلشي كلشي اي انواع تبخري فيها. فالنساء تاع المغرب تقدري تصايبي فيها الكسكسو، تبخري فيها السفالة، لمالا. وحتى هي بالدور ديالها فالثمن تاعها راه مناسب جدا مقارنة مع الفوائد نتاعها، فالثمن راه مناسب وفي متناول الجميع. هاد الإناء هو اللي كنعمروه بالماء وكنديرو هاديك كنديرو هذاك السيركل باش غادي نحطو عليه الطبق الأول. فراه دير لنا علامات تاع الماء اللي غادي نديروه، القدر تاع الماء زعما. في عند الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة، هاد الطبقات بالثلاثة أنا سبق لي وبخرت فيهم 4 كيلو نتاع اللحم في 45 دقيقة، كان اللحم نتاع موجود. الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، والطبقة الثالثة. وعدنا هاد طبقة صغيرة راها حتى هي كاينة، راه الحجم تاعها كبير. وأهم حاجة أنها كتوفر لك الوقت. أهم حاجة هاد المشتريات الأربعة كلهم اللي شاركت معاهم، فأهم حاجة أنهم كيوفروا لك الوقت وبأنهما كيساعدوك في المطبخ نتاعك. فهاد البواطة الثالثة فهاديك الصغيرة تقدري ديري فيها مثلا الباربان باش تخافي أي لوع تاع الخضرة ما غاديش تكوني بغيت يطلق لك في الخضرة الأخرى، فتقدري ديريه بوحدو. انا ما كنستعملهمش كلهم، كنستعمل جوج الا الا كانت عندي كميه اللحم او الدجاج كثيره فكنستعملهم بثلاثه. فنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتمنى انني نكون شاركت معكم هاد المشتريات الاربع، ونتمنى اننا نكون استفدنا من بعضياتنا. وكيف ما قلت سبق وقت لكم، رمضان كريم علينا وعليكم بالصحه وبطول